بسم الله الرحمن الرحيم، من سعير شمال شرق الخليل أحييكم في حلقة جديدة من برنامج شموس المجد. هذه المرة مع الأسيرين عزام شلالدة وياسر الطروة. عزام المحكوم بالسجن 20 عاما وياسر المحكوم بالسجن 17 عاما، كانوا أشبال حينما اعتقلهم الاحتلال، وقاسم مشترك بين عزام وياسر أنهما أصيبا قبل الاعتقال وصلا مرحلة الموت، لكن الله سبحانه وتعالى كتب لهم حياة. في حلقة هذا اليوم من برنامج شموس المجد نتعرف بتفاصيل أكثر من هو عزام شلالدة وياسر الطروة. يا موطني لو عشت عمري في الظلام، أو حوصرت أحلام قلبي بالحطام، لو غاب عن روحي فضاء الأمنيات والأسر قد غطى فؤادي بالسقام. يا موطني لو عشت عمري في الظلام، أو حوصرت أحلام قلبي بالحطام، لو غاب عن روحي فضاء الأمنيات والأسر قد غطى فؤادي بالسقام. لو أثقل السجان قيد معاصمي، أو أترعت جدران سجني بالقدم، سأظل كالعصفور أبحث عن فنا، وأظل أشدو بالحنين وبالغيام، وأطاول البدر المنير بخافقي، وتزاحم الروح النجوم بما يرى، وأخط بالحب المداد لمن دنا ومن جنا، سيذوق من بأس الحما. وأظل للقدس الجريحة ضندها، أو حد سيف للأعادي واللئام، بل أخضب التربة المقدسة من دمي، كي يبقى قمح الأرض فيها مستدام. يا موطني ولا أنت عدت رصبابتي، ولا أنت في نفس احتباسات الغرام، ولا نبع طهرك وراء دافق طهرا له في كل خافقة مقام. قد طبت لي يا موطني رغم الأسى رغم العناء، ستبث في صدر السلام. الأسير الجريح عزام عزة شلالدة من سكان بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل يقضي حكما بالسجن مدة 20 عاما. وحدة خاصة للاحتلال كانت ترتدي زيا مدنيا بعضهم متنكر بزي نساء، دهمت المستشفى الأهلي في الخليل فجرا بتاريخ 12 نوفمبر عام 2015، وهددت أفراد طاقم التمريض ومنعته من التحرك، ثم قامت باختطاف الشاب الجريح عزام شلالدة الذي كان يرقد في المستشفى جراء إصابته بجراح خطيرة برصاص مستوطن قبل أسبوعين من اختطافه. سلطات الاحتلال وجهت للأسير شلالدة تهمة تنفيذ عملية طعن لمستوطن وإصابته بجراح متوسطة في منطقة وادي سعير، حيث أطلق عليه المستوطن النار وأصابه ب9 رصاصات، واستشهد في الحادث ابن عمه عبد الله عزام شلالدة الذي كان يرافقه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى المحطة الأولى من محطات شموس المجد، وكما ذكرت في حلقة هذا اليوم إحنا في سعير إلى الشمال من مدينة الخليل، وفي المحطة الأولى في حضرة عائلة الأسير عزام شلالدة الأسير المصاب الذي أصيب وكانت حالته خطيرة جدا عند الإصابة، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر له الحياة. اعتقل عزام محكوم بالسجن 20 عام، أمضى حوالي 8 أعوام وهو في طريق الدخول إلى العام 9، فرج الله الكرب. في المحطة الأولى نتحدث مع عائلة عزام، الوالدة، الإخوة، الأخوات والأحفاد، أيضا جزء من هؤلاء الأحفاد
قدم إلى هذه الدنيا ما بعد اعتقال عزام عزام اللي صار اليوم 8 سنوات داخل سجون الاحتلال. نتمنى له الفرج القريب والعاجل إن شاء الله. نبدأ مع والدة عزام الحاجة طيبة. حاجة السلام عليكم، الله يعطيك العافية. تقربين الميكروفون شوي على فمك لو سمحتي. كيف حالك؟ الحمد لله. أمور طيبة إن شاء الله؟ الحمد لله. قديش مشتاقين لعزام؟ مشتاقين الحمد لله. مشتاقين له كثير. الله بيعلم. الله يعلم. عزام يعني الشاب الشجاع المقدام، بس كمان يعني الروح الحلوة زي ما فهمنا منك. يعني عزام كان روح حلوة في البيت زي ما حكيتي لنا. كيف عزام كان في البيت عندكم؟ الحمد لله الكل بحبه والكل مشتاق له. وكان يعني يحب يطلع يطبخ طبخة، يطلع أصحابه، يروح رحل. وكان الحمد لله رب العالمين. هو تصغير كمان طلع الحيط وبقى بده يطير، اللي هو له طاير على الحيط، له جاي قاعد. هذا هو بالروضة. هو في الروضة. وين كان بطير عزام؟ على الحيط طير. والحمد لله خرب البوت الفرج، لان فتفت هو الحمد لله ولا إشي. بحكي له يا ماما ليش هيك، انت وقعت وخفت عليه. قال لي انا ما وقعتش يا ماما. اجيت بدي اطلع اقول لاخوه الثاني، بقول لا يا ماما اخويا طار ما وقعش. خلص يا ماما فيش إشي، فيش فيه ولا حاجه. بعدين عزام كان يحب كل البطاطا. شو قصته مع البطاطا؟ يحب البطاطا، بحب يوم بشوف البطاطا بقشر وصير يحط ويقلي. ببلش على السريع. ببلش. يظل ناحته يعني ناحته خوفته هيك، بحب يمزح معهم. بعدين كان بري، بحب الحمام. بحب الحمام، بحب الأرانب، الحصان أكثر إشي. الحصان بقى يوم يركب يظل يزعط عليه. تخيل، خيال. خيال. آه. وبعدين مرة ركبه وشرد فيه، هو كان في الصف الرابع. وانا بطلع بدور عليه اللي هو قلت راح الولد الحين ترى مات ولا صار في إشي، اللي هو وسط الشجرات. ولا اقول لا يا مهياني فيش فيها ولا حاجه. يعني عزام بديش اقول شكي ورش كاين من يوم ورش ما شاء الله عنه. شاطر بخافش. الله يفرج كربه ان شاء الله. شو كان حجي يوم تصاب عزام؟ يعني متذكري هذيك الفتره انت لما صاب؟ والله متذكر، بس يعني الله لا يذوقها لحدا يا رب ان شاء الله. دخل عزام وكانت اصابته طبعا صعبه شوي جوا السجن. كانت صعبه. وبعدين وين تخشينا بعد انا بجوز بعد 4 ساعات وكان في غرفه العمليات، يعني طول. والحمد لله يعني ربنا صبرني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وغير بس ادعيه ربنا يفرج كربه ان شاء الله. ربنا يفرج كربه. عزام محكوم 20 سنه 20 سنة جداد أجين، هذول اللي بقى 17 ضفوا له 3 جداد، سوى استئناف وبدل ما ينقصوا زودوا له للعشرين. زودوا له كمان 3 سنين. صار له 8 يدخل بالتاسعة. 8 الساعة 7:30 يعني مكمل 8. 7:30. قديش يعني أنت متفائل إن شاء الله أنه عزام ما يخلص حكمه إن شاء الله؟ متوكلين على الله إحنا. والله الحمد لله إحنا متوكلين على الله وصابرين. إن شاء الله ربنا بفرجها عليهم كلهم يا رب. يا رب ربنا يفرج الكرب إن شاء الله. ربنا اللهم كريم يا رب. طيب خلينا نشوف أخته لعزام. يعطيك العافية. بدك عافية. نتعرف عليك أول شيء. أنا أخت الأسير عزام شلال ده. نعم. أنت وعزام يعني كنا كثير منيح مع بعض. أصغر منك عزام. وأصغر مني 5 سنين هيك. 6 سنين. بس كان يغلبك عزام. كان والله كان حنون كثير علينا، وكان يعني كنا يعني كثير مع بعض بشي، وصحاب رايحين وصحاب جايين. كان مغلين كثير يعني. وعمل عزايم وعمل مكاليب. كان والله يعني مش العلاقة اللي بينكم كانت علاقة قوية كثير. وكنا والله مع بعض بس أخوة، كنا أحسن من الأخوة. إن شاء الله يا ربي. كان داري بالك يا عزام أنت بالمقاليب والقصص. غير بالك. الحمد لله ما شاء الله. قديش مشتاق يروع عزام وتسوي له مقلوبه؟ انا والله كثير مشتاق، ان شاء الله بروح اقرب وقت ممكن ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. اللهم ونسوي له احلى مقلوبه ان شاء الله. تعملوا له مقلوبه ولا حباش؟ ان شاء الله. بحبش الحبش. بس بدي ورق دوال طلب مني، قال لي بس اروح ورق دوال ان شاء الله. بس ان شاء الله بروح قريب ان شاء الله. ان شاء الله قريبا بكون بناتكم تطبخوا ورق دوالي وتنبسطوا ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يفرج الكرب ان شاء الله. طيب نروح لاخت عزام الثاني. طبعا هي زوجة الشهيد ايضا عبد الله شلالدي ابو عزام.
رحم الله الشهيد وفك الله قيد الأسير. ومعزام أنت؟ معزام. عزام ابنك على على اسم خاله وعلى اسم سيده يعني؟ عشقتي. عشقتين جاي. كيف علاقتك كانت مع عزام؟ الحمد لله والله كان كويس وحنون علينا. وكان يعني يظل هي لعب عزام ويأخذ عزام يحملها. والله اشتقنا يعني مشتاقين إلى يعني. بس كرب الميكروفون شوية غلبت. ونفتقده يعني في كل المناسبات يعني نفتقده. يعني في الأفراح في نفتقده. أنو كائن أكثر يطبخ لعزام أنت ولا أختك؟ أنا ما كنتش أطبخ اللي كانت. هي اللي كانت مستنيه في الطبيخ. كانت هي اختي الاصغر هي بس غالبا ما كانت اختي هي الاصغر هي اللي كانت تجهز لها كانت يعني كانوا مع بعض اقوى من كان معي يعني اقرب لبعض اكثر اكثر من كان مع هم مع بعض اكثر. نعم. قديش بترتبوا وبتجهزوا لترويحه عزام ان شاء الله؟ يعني قديش الامل جواتك كبير ان شاء الله بانه عزام يكون بيناتكم قريبا؟ ان شاء الله الامل قريب ان شاء الله يعني في يقين في ذلك ان شاء الله يا الله كريم ان شاء الله الله كريم. طيب بدنا نروح لاخوه ابو عزات بعديها برجع لهالحلوين. ابو عزات كيف حالك؟ الله يخليك تمام الحمد لله. طمنا عنك. الله يرضى عليك. الامور طيبه ان شاء الله. تمام الحمد لله. هاي الامور شو اسمها؟ هذه اسمها إلسي. هاي اجت بعد بعد عزام. قديش عزام بحبها رغم البعد يعني؟ والله دائما دائما كل ما بتصل وين إلسي وين إلسي فبحب دائما يحكي معها وادينا صور. صغار عزام كان اطفال كثير مش شوي والله بحب الاطفال. والله بحبهم وحنون كثير عليهم. يعني حكيت لي انت شيء مهم لما دردشنا قبل وانا بدي اوقف لان قلت لي عزام يعني انا ربيته على ايدي يعني. اذا بدك تحكي لي عن يعني عن عن عزام الشاب يعني خلينا أقول كيف ممكن توصف عزام اللي عشت معاه كل هاي التفاصيل والحيثيات وقديش كان يعني حكيت لي بالفعل قديش كان عزام شوكي بس مؤدب كمان. بالضبط صحيح. عزام يعني واحد يعني بتقدر تقول أكثر واحد فينا كان ملتزم دينيا كان يحافظ على صلاته بالجامع حتى فترة رمضان كان يطلع صلي المغرب ويرجع بعدين يفطر. طب أفطر بعدين صلي لا إلا لازم يصلي بالجامع وكان بعدها يفطر. عزام كان يحب الخيل بشكل مش طبيعي بحب الدواجن بحب الحمام كان إلى يعني كان يهتم فينا بشكل مش طبيعي وبتعرف مزارع. يعني كان مزارع مزارع ب نشيط كمان شايف فكان يحب الأرض كثير كان هو مستلم يحرث الأرض يلقط يلقط زيتون يلقط الخوخ القصص زي كان هو يعني كان يعني صحيح كان عمره صغير بس كان شايل حمل كبير شايف يعني عزام حتى صحيح ملتزم وهيك بس كان كيف بدي اقول لك عنده روح الشباب عنده طاقة الشباب. يعني بذكر نهفة من نهفات يعني فتريطة كان مربي شعره فعنا الحج كان شوي عصبي بحبش الغلط كان كثير ينصح قص شعرك قص شعرك لا هيك حلوات مع انه كان ملتزم مش انه اشكراني عزام بالضبط مش كان انه مربيه الا زعرنا او شيء زي هيك لا فكان هو كان يحب شعره يظل طويل فكان هو والحج يظل مناقره شوي مره يطرد بالدار مره يرجع مره هاي في كمان شغلات عزام فتره المدرسه كان اغلب جمعاته مع شباب اصحابه بتعرف بقينا هان في المنطقه هاي فيش سكن كثير كنا احنا وبجوز اربع خمس دور بس الحين ما شاء الله كان يجيب اصحابه ويظلوا طشين تحت في الخلا براري بحب الشوي بحب القصص هاي بحب الطشات والحلو فيه كمان انه صحيح اصغر واحد فينا كمان حنون يعني على البنات كان اكثر واحد يزور خواتي كان يتفقدهن كل اسبوع يروح ينام عند واحده فان شاء الله ربنا بفك اسره يا رب اللهم ان شاء الله ربنا بفك اسره وفك اسر جميع الاسرى يا رب. هاي الاموره مالها اعطيها الميكروفون خلها تحكي خليها تلف على الكاميرا نشوفها. ايش اسمك انت بتحكي ولا بتحكيش؟ يلا امسك الميكروفون كيف حالك؟ سكتت. قديش فاقد عزام بحكم يعني قديش فاقده يعني؟ والله عزام قديش غيابه شكل فراغ؟ والله شكل فراغ كبير صحيح اصغر واحد بس شكل فراغ كبير صراحه. احنا كنا معتمدين عليه في الدار في كل شيء في اغراض الدار في مستلزمات الدار في حاجات الدار حتى في كل شيء صراحه يعني كنا شايلين هم كبير
فبعدها ان شاء الله ربنا يوفقك اسرع. لما دخل جوا بتعرف صار الواحد يقوم شغلته بنفسه، عشان الصغير بقينا نخاع كل شيء معتمدين عليه، يعني على التلفون عزام روح جيب تلاقي على السريع، يعني ما شاء الله عليه كان سريع نشيط. كان نشيط كثير مش شويه. طيب انا قبل ما ارجع للحج في سؤال، في هالثمان سنوات تغير عزام شخصيه؟ يعني عزام اللي دخل قبل ثمان سنين عزام تغير للاحسن. شو حسيت ايش تغير في شخصيتك؟ انا بدي اقول لك شو حسيت. عزام كان شاطر بالمدرسه، كان شاطر بالمدرسه بس كان ملتهي في قصص الحمام وقصص الخيل وقصص الطشات مع الشباب، تعرف يعني شاب شو 18 سنه 17 سنه شاب السعان طالع على الحياه جديد وبدا يثبت وجوده. فكان عزام شاطر بالمدرسه بس مهمل شوي. فالشغله الايجابيه اللي دخلت السجن ما شاء الله، يعني خلص توجيهي ما شاء الله وجديد تخرج من الجامعه ما شاء الله، وان شاء الله يبدا يقدم لماجستير. لماجستير اه، فنكب على العلم يعني. الحمد لله رب العالمين، معاه دورات تجويد، بحفظ في القران، باخذ دورات عبري ما شاء الله. يعني عنده اسلوب صار، يعني كيف بدي اقول لك، طور حاله يعني في سجن تاي استغلها صراحه. يعني عزام اليوم غير عزام قبل لا لا قبل اكيد مع ان عزام كان من اول، كان عزام الشخص الطيب الشاطر النشط ما شاء الله الدين الملتزم ما شاء الله. بس ملتزم يعني مش كثير، يعني ملتزم بس في دينه وصلاته مالش فرفوش كاين. ايوه بالضبط. طيب بنروح لعزام. عزام الصغير اعطيه الميكروفون بس. كيف حالك؟ امسك الميكروفون. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك انت؟ عزام. عزام قديش بتحب خاله؟ كثير كثير بتحبه؟ بتشتاق له؟ طيب شو حاب تحكي لخاله؟ يلا شو بدك تحكي له؟ بدك تحكي له انا مشتاق لك؟ شو كمان؟ خلاص خجلت. هو بالعاده خجول هيك ولا بضل يحكي بالخجول؟ بس برا اخ منك برا. طيب نروح للشاب هون. مرحبا كيف حالك؟ الحمد لله. تعرف عليك، قرب الميكروفون شوي. كيف حالك؟ الحمد لله. شو الاسم الكريم؟ حذيفه مصعب الزيت. حذيفه بتكون عزام بكون عمك. شو حاب تحكي لعمك عزام يا حذيفه؟ ربنا يفك اسره ان شاء الله. فك قيده. اشتاق لعمك اكون بيناتكم. اشتاق له. طيب نروح للأمورة. هاي كانت خجلاني قبل ما نبلش نحكي لس. هاي صارت تضحكي. شو اسمك؟ ليان. ليان؟ ليان. ليان. حلو اسمك. كيف حالك يا ليان؟ الحمد لله. ضليتي مش حافظة اي شي تحكي لعمو؟ الحمد. يلا شو احكي لنا، شو بدك تحكي؟ غنية موطني. يلا احكيها. موطني موطني الجلال والسماء والبهاء في علاك في علاك. هاي منيح اللي حكت، احنا ما حصلناش منيح منها يعني. ممتاز. هذا البطل شو اسمه ابو سمره؟ امسك الميكروفون امسك الميكروفون امسك امسك الميكروفون. هذا ابو سمره خجل من مره على الاخر. طيب حجه بدي اعطي الميكروفون للحجه، بدي ارجع لك. قديش حاسه انه عزام في هالثمان سنوات تغير؟ تغير كثير والله الحمد لله. كل شيء ملتزم فيه، في دينه، في قرايته، في كل شيء الحمد لله رب العالمين. الله يفرج عنا والله. هو الحمد لله مبسوط، يعني انه مشي انه يأسان راضي بقضاء الله يعني. الحمد لله راضي. ولو حكموها العشرين قلنا قال لا يما خلاص، يعني مشي شو ما كتب الله عادي. الحمد لله رب العالمين. والله الحمد لله، يعني انه مشي يأسان ومبسوط. والله انا يوم بشوفه مبسوط ومشي يأسان اني الحمد لله، يعني انا بنبسط الحمد لله. يعني كل ما بروح عليه بيبقى يضحك ومبسوط، واحنا نبقى مبسوطين لما نزوره هو يضحك واحنا نضحك. والله الحمد لله رب الحمد العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب هلا بس روح، اول طبخه حبش ولا ورق دوالي ولا بطاطا مقليه؟ ان شاء الله ربنا بفرجها وساعتها ورق دوالي تطبخ لها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا كريم. الله يفرجها. سيما نحن في موسم ورق الدوالي يعني. جيد انكم هيك تخبوله يعني، وان شاء الله بروح قبل ما ربنا كريم هالسنه تخلص ان شاء الله. هاي الاموره شو اسمها هاي؟ هذه جنى. تحكي جنى؟ تحكيش. البطل شو اسمه؟ امسك الميكروفون يا بطل. بيحكي عمي عزام. عمي عزام كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. خجلاني. طب نختم مع البطل، شو اسمك يا عمو انت؟ محمد مصعب. كيف حالك محمد؟ الحمد لله. باي صف انت؟ خامس. صف خامس؟ شاطر بالمدرسه؟ يعني. طب مالك هيك مكشر يعني؟ زعلان. انو زعلك؟ فيش حدا. فيش حدا زعلك؟ بده يكون عمك زعلك ابوه. زعلك؟ زعلكوش. شو حاب تحكي لعمو عزام؟ الله يفرج عنا يا رب.
ربنا يفرج كربه إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بكم مرة قادمة إن شاء الله وعزام بناتكم، وقريبا إن شاء الله أنه يعني عزام بكون بناتكم وإحنا وهو بناكل ورق دوالي إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا شكرا جزيلا لكم متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان، شموس المجد متواصل معكم. سنتوقف عند فاصل، بعد الفاصل سنبقى في سعير إن شاء الله رفيق درب عزام الأسير ياسر الطروة، سنكون في حضرة عائلة إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا. ما ضرني قيد العدا بل ضرني بعد بدا، فتصبري وتفاءلي فالخير يأتينا غدا. حبل الإله بمعصمي فالنور يسكن أعظمي، وطريق أحمد مسلكي أنعم به من مغنمي. هذا الأسير الهامس، هذا الظلام الدامس، قد حان وقت زواله فالروح ليست يائس. فالقلب آمن عازما أن السبيل هو الدماء، والبذل دأب المؤمن يرجو رضا من منعم. مهما جرى فالله يعلم حالنا، إن الحياة قصيرة فمتى يكون لقاؤنا، ومتى ننال نصيبنا، فرحا يصيب ديارنا. هذه أماني ضارع ويقينه ملء السماء. لا تجزعي إني هنا لقتال عدوان الفناء، ما بعت قدسي خانعا أو سرت في ركب الخنا. الأسير ياسر الطروة من بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل، محكوم بالسجن 17 عاما، يعاني من مشاكل صحية عديدة، وذلك بعد إصابته بسبع رصاصات في مختلف أنحاء جسده أثناء اعتقاله، مما أدى إلى تفتت العظم بقدمه اليمنى. الطروة مصاب في يده اليسرى وصدره ورئتيه وبطنه، وعلى إثرها تم استئصال إحدى الكلى والمرارة، وإصابة أخرى في كف يده اليمنى أدت إلى قطع إصبعه. يذكر أن الأسير معتقل منذ 21 من حزيران عام 2015، مكث في غيبوبة لمدة شهر كامل في مستشفى هداسة عين كارم بعد تعرضه للإصابة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان في المحطة الثانية من شموس المجد، لازلنا في سعير شمال الخليل، وزي ما أخبرتكم قبل الفاصل لما كنا في بيت الأسير عزام شلال، إحنا الآن في منزل الأسير ياسر الطروة من سعير شمال الخليل. ياسر الشاب المحبوب اللي كل حدا عرف ياسر، حب ياسر، تعلق بياسر، الشاب المحبوب لأهل بيته، الشاب المحبوب في أهل الحي كمان. وبالمناسبة ياسر أول فلسطيني نفذ عملية طعن لما عشنا هبة السكاكين، أول فلسطيني نفذ عملية طعن في منطقة باب العمود بالقدس. ياسر أطلق الاحتلال النار عليه وأصيب بحوالي 8 رصاصات في جسده، وربنا سبحانه وتعالى كتب لياسر حياة، فقد كليته، فقد المرارة كمان، وبعاني من حالة صحية سيئة، لكن ربنا كتب له حياة. معتقل داخل السجون، محكوم 17 عام مضى منها حوالي 8 سنوات. بسعدني بهاي المحطة
ارحب بعيلة ياسر الجميلة الحلوة وبنرحب بالحج. حج الله يعطيك الصحة. كرب الميكروفون على سلمك. الله يسلمك يا ابو سعود. شايفك على جهاز الاكسجين. والله الحمد لله شو بدنا نسوي؟ صار عندنا ضيق تنفس. وين على الجهاز شو بدنا نسوي؟ على الجهاز. الحمد لله رب العالمين. كل اللي بتخلص من هذا الجهاز بتروح لجهاز. بروح من الجهاز هذا على الجهاز تبع الهواء. حتى بخيرة. شايف؟ في كمان بخاخات فوق من البخاخ زي ما تقول. قول التبخيرة هاي. يعني بمشي حالي والحمد لله رب العالمين. من كل الأنواع. من كل الأنواع. طيب بتخاف الشم أم ياسر تقول عنك تعبت تلفت إيش؟ والله في بلاد وأنا في بلاد. رب معينك إن شاء الله. طيب ياسر قلت لي يعني العلاقة رسمية كاينة بينك. والله كان كلش رسميات بيننا الله يرضى عليك. وإن شاء الله ربنا إن شاء الله ربنا فرجنا يا أخي هود والمجموعة اللي عندنا إن شاء الله. يا رب الله يفك أسرة وأسر الجميع يا رب. آمين يا رب. يا رب نشوفه على خير. قديش يعني مستذكر مواقف حلوة مع ياسر؟ يعني بتقول لي حتى أكله كان يحبها ياسر أنت اليوم. والله أكله كنت هو كان يحب صلصة البندورة. فأنا كنت حسر حزر تقولها وأحبها لأجله. عشان ياسر. عشان ياسر. خلاص بدنا يا قوي حد شو مالك؟ خلاص بروح شوي خذ. يلا ربنا عينك إن شاء الله. الله يقويك إن شاء الله. إن شاء الله ربنا بفك أسر ياسر عن قريب إن شاء الله. وبكون بناتكم ان شاء الله. ربنا يعينك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ام ياسر يعني احنا بنياكم اقوياء ان شاء الله. ربنا يقويكم ويعينكم ان شاء الله. احنا قويين عشانه والله. ان شاء الله ربنا يا الله يطلع بالسلامه يا رب. ان شاء الله ان شاء الله نشوف على وجهنا قريب. على قلبك ياسر كاين ان شاء الله قريب عليكم ياسر كاين. والله كثير والله كان هو املنا يعني في الحياه كليتها. وان شاء الله ربنا يفرجها عليه ونشوفه يا ربي. بحب المسخن واسرع وقت يا رب. بحب المسخن ياسر. مسخن وملوخيه وكان كثير كثير يعني كل يطبخ ملوخيه ورز ومفلفلين. شاطره في الطبيخ. انا نفسي كويسه في الطبيخ. سفيحة سمبوسك يحب. مقلوبتي يحبها. كل يعني جميع الطبيخ يعني يكتبهن على رشيتها إلي كل خلية بدي تطبخي لي إياهن. واطبخهن يعني ما أحرمش من إشي. والله عمري ما حرمتها من إشي. كان مكافح ياسر. مكافح كثير والله. كان والله كان مكافح. كان يعني خلص نصيبه هيك يعني بده خلص ينعمل فيه هيك. أقول له يما لا غلط وإشي يعني هذا الإشي بيسويه خلص. بس يشوف مثلا جندي إشي هيك يعني خلص يفيق. لما نجح بالتوجيه ياسر يعني كان أول حدا بولادك يعني كمان ببسطك إنه هو بنجح بالثانوية العامة دخل الجامعة كمان يدرس حقوق. قديش كنت فخورة بياسر يعني؟ كثير كثير بقول لك يعني أنا يوم ما نجحت مثلا يعني ما حقداش يعني كان يتوقع انه هذا. وان شاء الله انه رسول اول سنة رسول كانت استقلت لها قربة. والله اول استقلت لها قربة. والله الكسة الاول كنا دفعناه يعني مشيناه. والكسة الثانية كنت خلاص انا يا ما بدبل لك اياه. والله رحت اكمل خاتم في ايدي رحت بعت لي اياه. محبوب بالحارة كان ياسر. لليوم بيسألوا عنه أولاد عمه أخوة يعني كل. أنا مش من هان أنا من عمان. كثير كثير انأذوا عشانه كثير. يعني أخواله خلاته كلهن يعني كل يعني هالولد هو أخذت عليهم يعني هالولد يعني كان هو فعلا الشيطان هو تشوف شوف سبحان الله. وربنا شوف شقي. كيف شقي حد شو قصة الزر كان داخل أعطيه الميكروفون للحاج. الزر اللي كان عقد ما هو شقي باقي ينام مخده أظل يسخر. قلت أنا بصليش الولد بيسخر هذا فرت عليه أنه بيسخر ومن مناخيره بتنفس مناخيره من فمه. قلت الله نأخذ على الدكتور نشوف شو القصة. أخذنا على الدكتور في الخليل اللي هو باقي زرار تبع قميص بس الزرار عليه طوق بلاستيك. الطوق البلاستيك هذا هو ما يجرحش بس البلاستيك لما يجرح فيه ينزل دم. الحين يتنفس قوي فادين. أخذنا بقول على الدكتور بقول دكتور هذا بده عملية. قلت احنا في عملية الحين جرب تشوفه عملية نقول بس انا بقيم لياها من دون عملية بس تدفع 350 ليرة. بقى الشواكل اللي راه بقى ما بقى اللي راه
كنت بدفع بس قيمة. دس زيت صنارة هزت من خورة وسحبها لو زرار. باقي ياسر مدخل الزرار من خارة. لا باقي بسري من زرار من خارة أو شيء. سأهب بس واصل لها مش فايت لجوار. آه متحمل. لا مسكر النفس. النفس عليه. رأينا لما مسكر النفس بس صار من طبيعة نفس. الدكتور اكتشفها. بدت صنارة وسحبها. لما سحبها طاح الدم مرة. طاح الدم. معي تورقة فاني سكرها من أخير قر صار كويس. قلت يا بجاحة قال يا بجاحة ما نزل الدم جاع. بقى صغير ليش بقى عمره؟ 4 سنين 5 سنين 6 سنين. عندي في الإمارات. جاع. أخذت له قلت خذ اشرب أول شيء. أخذت له قنيط عصير شربها قال يا أبو بدوك الجاع. قلت آخر روح ناكل حمص وفلافل. هيا الدكتور قال لي لا تدفع 300 قلت ايش معي؟ هذول 50 شيكل بدها 50 ليرة بدها نوكل. سكرب الميكروفون على فمك يا حجاج. 50 ليرة بدها نوكل فيه. 50 شيكل بدنا نفطر ونركب ونروح. بدنا نفطر ياسر. نفطر. وانت بيعطيك اياه من وين اروح؟ قال ما بقى قلت لك بلاش بعد ملاوحة. قلت اقول لك نروح ما خليش اروح اذا رد الباب سكر الباب. زين استهبلني. قلت اسمع قالها قلت الحين بجيب الشرطة. شوف صح الشرطة أنا بمشي. يوم سمع الشرطة قف في النساء تخلين. الحين ست منات على قوت الحين يوم شفت عرفت العين الحين قوت عليه. والله غير قمص دكتور جبال عاد هناك أجر. ضبط حالك عاد انتبه شاب محترم وانت شاب كذا وانت شاب كذا ومنيح اللي الحمد لله سلامت ابنك. وبالاخر شفي ياسر وافترض انت وهو بدي اروح بعد اذنك لمرت اخوه لياسر برجع لك يا حج ان شاء الله. يعطيك العافيه اختي. اعطيها الميكروفون لو سمحتي. يعني انت جيتي على البيت هون كان عمر ياسر 12 سنه. انا تقريبا الي 12 سنه متزوج. الك 12 سنه. كان عمر ياسر تقريبا هو صف عاشر كان. صف عاشر. العلاقه مميزه بينك وبين اكيد ياسر علاقته معي كانت مش مرت اخو انا بالنسبه لها كانت أخت إلى يعني ما عمريش حسسني أنا إني مرت أخو لدرجة باقي يلم العظمات لدرجة إنه كان كثير يعني يمزح معي في شغلة الأكل. شو كان يسوي؟ كنا نعمل مثلا أكلة مقلوبة بقايا العظام والطعام وهيك يحطوا قدام يحكي لها هي مرت أخوي أكلته كله شوفوا أكلت كل الأكل. هو كان يحب يعني يمزح وينكت وهيك معايا يعني إله ذكريات حلوة. باقي ليوم واز على جوزك للحج. لا مش جوزي جوزي أنا أكبر. كان ليوم إنه وز على العريس اللي تزوج يعني قبل 4 شهور. إنه مسكوا بالسيارة عمي بدخن فجاب قمع السيجارة شوف يابا ابنك بيدخن. هو كان ما بيحب الدخان لحد الآن ياسر ما بيدخن. ما بي كان وياسر يدخن هي. كان ابني صغير أنا عندي بيبي 4 شهور مثلا يعيط عند الاكل روح حرام حردت وراحت ترضع الاكل الولد الطعميه ونا الحكي. ياسر إلى ذكريات حلوه محبوب حشم بغار علينا من اي شيء يعني شاف شباك مش محطوطه البردايه يا ويلنا لازم الدار كلها تكون مسطره بدك تقعدي على السطوح لازم طويل وحشم ومحبوب ياسر يعني الكلمات يعني بتعبر عنا فاقدين ياسر في البيت يعني كثير هاي الذكريات الحلوه ذكرياته حلوه محبوبه عشنا اجواء كان يمشي ابني ايوه طبعا حاليا هو صف رابع يوم من سجن كان يمشي لسه جديد يعني بده يمشي حنون على الصغار كمان كثير. طب يعني نرجع للصغار حجة شو قصة لما ياسر كان اللي بغشوا بالتوجيه شو مسوي معاهم ياسر ليوم خرفينا قاعدين كرب الميكروفون عندك كان قاعدين في الصالون هيك عند سعية المغربيات قاعدين يعني بغشوا وبدرسوا وبكتبوا فات عليهم موتة من هان أنا ويا بقينا في مشوار وطفات بقول أي والله يم والله يم مزبطينها تعالوا جاي والله وصورهم على الفيس وينشرها صور الغش تاعهم على الفيس والله كان هذا اخويا وهذا ابن عمي قاعدين بغشوا مجموعه من الشباب يعني لا اولاد عمامه ولا الشباب يعني اللي بعرفهم بقول هي شادي وعدي بغشوا روح مرحه يعني وصاروا الناس يتنقلوا عليهم يعني احنا هفني وعلى هذاك
الله يفرج كربه ان شاء الله. شايف اخوك شو توا فينا. طيب نروح لانس انت صح؟ نسيم ياسين. اعطينا الميكروفون لياسين. كيف حالك ياسين؟ الحمد لله. اي صف انت؟ خامس. شاطر بالمدرسه؟ الحمد لله شاطر. الاولى ما شاء الله تبارك الله. شو بتعرف عن عمك ياسر؟ يلا كل. بعرف انه تصاوب رعبه بالعمود تصاوب، وبعد ما تصاوب يعني انسجن. سجن بعديها. سجن. مشتاك لعمو ياسر كثير. قديش مشتاك؟ كثير كثير مشتاك له. قلت لي انك حافظ اشي بدك تنشد لي اياه. ناخذ دورة قرآن. ما شاء الله. احكينا عن الدورة يلا. وين تسجلت فيها الدورة هاي؟ جميع الحمر هنا. قديش صرت حافظ؟ نص جزء. نص جزء ما شاء الله. اقرأ لنا ايش من الحافظ ويلا. اي سورة حافظها يلا اقرأ. الضحى. يلا قرأنا سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هاي الفاتحة. الرحمن الرحيم. أول شيء الفاتحة بنقراها. أول شيء الفاتحة يلا ماشي. أول شيء الفاتحة يلا. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى حافظها. يلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عيلا فأغنى، أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله. بطل عمك ياسر. عمك ياسر بينبسط لما بشوفك حافظ قرآن. الحمد صح لله. ما شاء الله تبارك الله. ربنا عينك يا ياسين ان شاء الله. نشوف الامورين الصغار هون. امير اعطي الميكروفون الامير. تاخذ يا امير. اعطي الميكروفون. انو اللي كان يمشي لسه بدربه على المشي. ايوه كيف حالك؟ الحمد لله. شو حاب تحكي لعمو ياسر؟ شو بدك تحكي لعمو ياسر؟ يلا احكي. سلم عليه وبيحكي معي. مشتاق لعمو ياسر انت؟ ما يصف انت؟ رابع. شاطر بالمدرسة؟ باقي صغير انت لما بس في يعني شو يمشي. يمشي فيه كاين. هذا البطل شو اسمه؟ كريم. كيف حالك يا كريم؟ الحمد لله. في صف انت؟ ثاني. مبين عليه ورش كريم والله. هذا كريم. شو بدك تحكي لعمو ياسر؟ يلا كيف حالك؟ الحمد لله والسلام عليكم. السلام عليكم. كلهم مع بعض. هاي الأمورة شو اسمها؟ أميرة. تحكي أميرة؟ كيف حالك يا عمو؟ يلا احكي يا أميرة. يعني هاي أميرة اسمها مسمى ما شاء الله عليها. كيف حالك يا عمو؟ يلا احكي. كيف حالك يا عمو؟ يمك تطلع. الله يعطيك الاسر ان شاء الله. حاجه مني اختم معاك. قلتي لي انت الصفيحه والسمبوسك وهي الاشياء كلها. والله كان يحبها. انت بتقولي لي لما انا بشتغل لها بتذكر ياسر يعني. والله كل شيء بطبخه في الدار بتذكرها في كل طبخه. يعني بكل شيء بتطبخ يعني بحكي معي تليفون بكل شيء بتطبخ كل الفيلم كل هذه اللي بحبها. يوم والله يوم بطبخها بحبش اطبخها لانك بتحبها. لانك بتكون مش موجود معنا يعني. وان شاء الله يا رب نجمع مع بعض ان شاء يا الله. يا ربي يا الله يكون يا ربي بخير وسلامه يا ربي، ويفرجها عليك ويفرجها على كل الأسرة يا ربي يا الله. امين. والله معاهم ان شاء الله. وش بدنا نقول اكثر من هيك يعني. الله يفرج الكرب ان شاء الله. ان شاء الله فرجها قريب عن قريب يا ربي. امين يا رب. يعني يلا اقرأ قرآن. يلا يلا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق العظيم. صدق العظيم. وأمير شو حافظ؟ حافظ القارعة. يلا الطارق. يلا والسماء والطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما علينا حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق،
يخرج من بيت الصلب والترائه، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر، ولا ناصر. والسماء ذات الرجع وأرض ذات الصدع، والأرض ذات الصدع، إنه بقول الفصر وما بالهزل، وما هو بالهزل. إن يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين من الأمر. ما شاء الله عليك بطل، ما شاء الله عليك بطل، ما شاء الله. بنختم معاك يا حج، يعني هاي الأحفاد موجودين ما شاء الله، يعني أمنيتك، بدي أختم معاك في سؤال، شو أمنيتك يا حج اليوم، شو بتتمنى؟ والله بتمنى أطلع أشوف بفرح فيه. أنبر بفرح فيه، يعني قبل ما الله يأخذ وجعت. الله يعطيك الصحة إن شاء الله. يعني هذا بالمناية من الله بس هيك يعني. وطولة العمر إن شاء الله. طولة العمر إن شاء الله، يشوف فرح فيه، أتجوزه فرح فيه، زي الناس وزي السبب زي خد إن شاء الله. إن شاء الله، الله كريم، إن شاء الله ربنا بيجمع شملكم عمه كريم. إن شاء الله ربنا يجمع الجميع، فك أسر وأسر الجميع إن شاء الله. آمين يا رب. بتزوروش يا حج أنت؟ لا أنا بزوره لزمان ما زرت، بس أما بزوره. زمان ما زرت. ولا رحت مرة وتوهت. حجزوني الليلة على المحسوم عند على المخابرات والخبرات، ومعي عندي زي ما تقول يعني منع خلاص، بطلت أروح من مرة خلاص. ربنا يلم شملكم قريب. آمين. وان شاء الله ياسر بيجيكم، مش انتم بتروحوا، ان شاء الله تجتمعوا قريبا. شكرا، شكرا عم ياسر، شكرا يا حج، يعطيك العافيه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام متابعينا، يعني هذه امنيه هذا الامين يا رب، هذه امنيه هذا الوالد، ان يعني يرى ابنه خارج السجون وان يفرح فيه كما يفرح كل الاباء في ابنائهم. ربنا فرج كرب ياسر وكل الاسرى ان شاء الله. بهذا نكون وصلنا الى ختام حلقه هذا اليوم من شموس المجد، نلتقي بكم إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل إن كتب الله لنا حياة. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية وحفظ المولى، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.